عليكم البنات ومرحبا بكم في قناة عالم جواهر. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم كسكس مغربي بالدجاج البلدي. نتمنى ان له ينال اعجابكم. هاد الطريقه اللي غنوريكم غنوريها للمبتدئات اللي ما عمرهم ما صايبوا كسكسو. الا تبعتوا المراحل بالتدقيق غادي ينجح لكم 100%. غادي نعطيكم البنات كل شيء بالتفاصيل ان شاء الله. دونك هنايا اول حاجه انا كنبدا بها ملي كيكون عندي الدجاج كناخذ هذا الدجاج بلدي كيف ما قلت لكم، يعني غادي يطيب كثار بزاف الحوايج. كنشرملو هو الاول، الا قدرت نبيتو ليله كامله راه كيجي بنين وكيجي زوين وكيجي احسن. ما قدرتش راني صافي كنشرملو غير واحد نص ساعه من قبل. دابا غادي نخليه غير نص ساعه حيت ما عنديش الوقت. دونك هنا عندي نص دجاجه. انا غادي ندير دابا هاد العبار اللي غادي ندير لدو بيرسون ووليد صغيور. دونك هنا عندي نص دجاجه بلديه. عندي هنا بالنسبه للعطريه عندي معلقه صغيره عامره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ما عامراش ديال الابزار، اولا نص معلقه اللي بغيتو البزار على حسب الذوق. هو كسكسو كيبغي البزار وسكينجبير. عندي هنايا معلقه صغيره عامره ديال الخرقوم البلدي. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الملح، ما غنكثرش لانه عندي السمن. عندي معلقه هنا صغيره ديال السمن، قلت لكم تزيدوا، هو الكسكسو كيبغي حتى ليدام، سورتو هنا ما عندناش شي لحم اللي فيه الشحمه كيبغي الزيت وليدام. وعندي هنايا بصيله كبيره لي مشلضه صافي. وعندي هنايا واحد الضويمه ديال الزعفران غير النص ديالها، قلكم تستعملوه كامل الا كنتو كتبغيو. انا كنستعمليه واحد شويه باش تعطيني لا كولور زوينه. وهنايا عندي هاد البصله، يمكن لكم تقطعوها شرائحكم، يمكن لكم تشلضوها صغيراكم كبيره اللي بغيتو، لانها كتذوب مع الطياب بزاف ديال الكسكس. دونك دابا غادي نجي غادي ندير هاد الشيء كامل. غندير بعدا العطريه والزعفران فوق من الدجاج ديالي. غادي نزيد واحد شويش ديال الماء غير باش ديك العطريه تحل ليا في الماء. ما ديروش الزيت، علاش؟ باش داك الدجاج يتشرب لكم دغيا ديك العطريه. غنخلط هنا السمن معاهم، حيت الا درتو الزيت ديك الزيت ما كتخليش العطريه تدخل في الدجاج. غادي نشرملو مزيان كيف ما كتشوفوا. كيف ما قلت لكم الا خليتوه ليله غادي يجيكم بنين الدجاج ديالكم. مي دوماج ما عنديش الوقت انا، مي دابيتود كنخليه ليله، وما عرفا كنخليه ليله كامله ولا على الاقل واحد ساعتين ولا. كندخل فيه هاد العطريه مزيان مزيان. غادي نضيف عليه البصله بهذا الشكل، نحطها عليه فوالا. وغادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي نغطيها هو بالبلاستيك الغذائي باش يتشرب ليا دغيا هاد العطور وهاد الشيء صافي. غندي دابا نحطو في الثلاجة لمدة ديال نصف ساعة ونرجع معكم ان شاء الله باش نكملو الكسكسو ديالنا. ورجعت معكم البنات من بعد ما وجدت كاع المقادير ديال الكسكسو ديالي. دونك هنايا من بعد ما خليت هذا تشرب ليا ديك العطرية وديك البصيلة واحد نصف ساعة، انا كنت كنوجد في الخضرة. دونك بالنسبة للخضرة انا اللي كنستعمل في الكسكسو بحال كلشي، عندي هنايا جوج لفتات صغيورين مقطعين هكا على جوج. نقلكم ديروا كثر حيت اللفت هو اللي تيعطي ديك البنه زوينه في لاصوص. عندي هنايا لي شو، عندي غير قطعه وحده. عندي جوج فلفلات حارين، كيعجبني انا المذاق ديال الفلفله الحاره زوينه في الكسكسو كتعطي المذاق. عندي هنايا اربعه ديال القريعات صغيورين مقطعين هكا وقشرتهم شويه. عندي هنايا قطع ديال القرعه الحمراء،
عندي غير واحد طريف صغير كيف ما كتلاحظوا. عندي هنايا قبيطه صغيره ديال القزبر ومعنوس، كندير خليط ما بيناتهم، غير هو كنكثر من هذا. وعندي الخيزو مقطع على هذا الشكل، عندي جوج خيزوات كبار. عاد باش كتحتاجوا الا بغيتوا بيان سور هادو كيبقاو اختياريين، عندكم الحمص والفول وكل شيء، يعني القطاني اي حاجه تقدروا تزيدوها الا بغيتوا تزيدوها. يعني انا درت شويه على قبل ولدي. عندي هنايا جوج مطيشات صغورين مقطعين قطيعات صغار، قشرتهم وحيت لهم القلب ديالهم. وعندي هنايا نص كاس ديال الزيت خليط ما بين زيت العود والزيت العاديه، انا كنكثر شويه من زيت العود. وعندي هنايا الدجاج ديالي، هادشي اللي غنحتاج ان شاء الله في المريقه ديالي. بالنسبه للمرقه انا كنقسمها على جوج ديال المراحل، اول حاجه كنقلي الدجاج مزيان اولا اللحم الا كان عندكم، كنخليه مزيان في الماء والزيت ومع البصيله. من بعد كنزيد عليها مطيشه، عاد باش كنزيد عليها داكشي اللي غادي يطيب بزاف. بالنسبه لداكشي اللي غيطيب بزاف فهو اللفت والحمص، غادي نديرهم في الاول ومن بعد عاد غادي نزيد ليه الشو حيت هو كيطيب كياخذ شويه طياب. عاد في الاخر كنزيد هاد ثلاثه الخضر والقبطه ديال الربيع، يعني اون غرو ما غاديش تجلسوا اشاك فوا تمشيو للكوكوط وداكشي، عندكم دو تخوا فوا وصافي. غادي ندوزو ان شاء الله دابا باش نردو المريقه ديالنا طيب. هنا غادي نوريكم البنات بالتفصيل ان شاء الله شنو غادي ندير. دونك هنايا عندي الكوكوط، ها هي درت عليها كتسخن، غادي نوضع الدجاج ديالي. بسم الله، هادي العطريه ما تضيعوهاش، زيدوا فيها واحد شويه ديال الماء وكبوه. اللحم او الدجاج ديال الكسكسو فهو ما كيتقلاش في الزيت، كنخليوه يتقلى في شويه ديال الماء. كنزيد الماء تقريبا زدت واحد ربع كاس كما كتلاحظوا، كنزيد الزيت، الكميه ديال الزيت كتبقى على حسبكم على حسب الذوق ديالكم. بالنسبه ديال الدجاج فهو كيحتاج الزيت اكثر، وهو خصو يتقلى على نار اللي هي عاليه شويه، يعني ما مجهداش بزاف مي عاليه. غادي دابا نتسنى حتى يطبخ ليا هذا الشيء ويبدا داكشي يتقلى ليا. كيف ما كتلاحظوا بدا كيتقلى ليا داك الدجاج كيف ما شفتوا. غادي نخليه دابا يبقى يتقلى على هاد الحراره وهي عاليه، ونبقى نقلب في داك الدجاج ديالي، نخلي حتى البصله تبان ليا واحد شويه، وفين ما يبان ليا وكح من الماء اولا نشف من الماء كنزيد شويه الماء، ما كنخليهش كاع يبقى واقف غير في الزويته ديالو. دابا كيف ما شفتوا راه فيه الماء، شوف هذا هو السر باش كتجيكم ديك المريقه خاطره ديال الكسكسو وزوينه ملبيه، ما كتجيكمش بحال الماء. بالنسبه لهاد التقليه فانا كنخليه تقريبا كيتقلى واحد المده ديال 10 دقائق. وانا كنقلب مره مره في الدجاج ديالي باش يتشرب ليا داك العطريه مزيان، وكنزيد الماء باش ما ينشف لياش. كاينين الناس اللي ما كيقليوهش، ما انا كنفضل هاد الطريقه وكتجي بنينه تيكون صافي.
غنبقى بهاد الطريقه البنات كيف ما قلت لكم، كنقلب الدجاج وكنكيحزو مره مره باش ما يلصق لياش، وما نكثروش عاوتاني الماء، خصو هكا يبقى، خص المريقه هاد كتبقى عندنا، ما نكثروش الماء باش كمام يتقلى لينا، ومره مره كيف ما قلت لكم نزيدو قطيره ديال الماء. غنبقى بحال هكا واحد المده تقريبا ديال 5 دقائق اخرى باش نزيد ماطليشة ديالي. كيف ما لاحظتوا هنا من بعد ما دات تقريبا 5 دقائق، ها هي كيف ما كتشوفوا بلات لي البصله شويه، غادي نزيد ماطليشة ديالي كامله وغادي نعاود نقليه مزيان حتى كتدبل ليا ديك مطيشه وكتكون ليا واحد لاصوص اللي هي خاسره وزوينه. ديما على نار اللي هي عاليه وكنزيد شويه في الماء كل مره. هنا البنات باقا كنقلي ونشحر في داك المريقه ديالي، كما شفتوا دازت 5 دقائق مي باقا ما طاحتش ليا مطيشه كما شفتوا. وبغيت نقول لكم عاوتاني بان السر عاوتاني ديال لاصوص هي مطيشه، الا كانت البنات ما زويناش ولا حامضه بزاف راه ما راه كتخسر لكم المرقه كامله. دونك عندي هنايا المطيشه راه زوينه نورمالمون حلوه وزوينه، الا ما كانش عندكم مطيشه زوينه تقدروا كاع تستغناو عليها وديروه بلا مطيشه، ولا عاوتاني كانت كضركم في المعده، ولا سينو تقدروا ديروا شويه ديال حك مطيشه واحد المعلقه كبيره، مي انا كنفضل ندير مطيشه. كما لاحظتوا غادي نزيدو واحد الشويه على ما تطيح ليا هاد المطيشه ديالي، ونرجع معكم ان شاء الله. كما شفتوا راه خاصو يتقلى مزيان في ديك لاصوص. البنات كيف ما شفتوا ها هي تقلات لي مزيان ديك المريقه، واختارت ليا خصها تكون بحال هكا، تكون خاتره بحال هكا على هذا الشكل فوالا. غادي دابا نضيف الماء يكون سخون فوالا، نقول لكم شحال ضفت. ضفت 70 سنتيليتر يعني 700 مليليتر ديال الماء. تكثروش الماء حيت الماء حتى هو الا كثرتوه تيخسر لكم لاصوص. غادي نضيف اللفت ديالي، وغادي نضيف الحمص ديالي، صافي. دونك بالنسبه دابا البنات اللي ما عندهمش الوقت يسدوا عليه في الكوكوط، يسدوا عليه تقريبا واحد نص ساعه، يعاودوا يحلوا ويشوفوا واش خاصو الماء الى وكح، ولا واش خاصو يزيد يطيب، حيت كل دجاجه وراكو عارفين كل دجاجه كي كطيب. مي دابا انا شنو غادي ندير، كنخليه يطيب واحد شويه ليا بلا ما نسد عليه واحد نص ساعه، عاد باش كنرجع نسد عليه، لانه راكو عارفين الطياب الا ما سديتيش عليه راه تيجي بنين كثر. ولا البنات كان عندكم الوقت راه تقريبا راه كياخذ ساعتين ديال الطياب وحتى لثلاثه السوايع راكم تخليوه يطيب على خاطرو، راه يجي رائع رائع جدا. دابا انا غنشوف على حساب وقتي. دابا كيف ما لاحظتوا ها لاصوص غادي نخليها طيب، وغادي ندوز باش نحضر الكسكسو. غادي نسد عليها بالغطاء ديال الكوكوط، ولكن ما غنسدش عليها تتصفى. فوالا غادي ندير لوبسيون غير هذه اللي كتبقى محلوله فيها، وغادي نخليه يطيب على نار اللي هي متوسطه، ماشي مهيله وماشي عاليه. وبالنسبه لهاد الخضر ديالي فانا غادي نحتفظ بهم. دابا في الاول غادي نخليه يطيب واحد نص ساعه ونرجع معكم نقول لكم شنو غادي ندير ان شاء الله. هنا البنات غادي ندوز باش نحضر الكسكس ديالي السميد. بالنسبه ليا انا فانا كنختار السميده رقيقه،
هنايا ما قدتنيش سميده رقيقه، زدت واحد نص كاس ديال السميده متوسطه. عندي هنايا غادي نقول لكم بالضبط شحال عندي. عندي ثلاثه الكيسان بحال هذا، هذا بحال ديال العنبه. عندي ثلاثه الكيسان ديال السميد باش نقول لكم بالضبط شحال غنزيد فيه ديال الماء. بزاف البنات كيتسائلوا شحال ديال الماء كيتزاد في الكسكسو باش ما يجيناش عنيات. هذا كسكسو داري غنوريكم، هذا راه كاين في المغرب، كاين هنا في فرنسا معروف. دونك غادي ندير الزيت، الزيت النباتيه غندير تقريبا معلقه كبيره، ما كنكثروش الزيت في التميده. غادي نجي نبسس هذا السميد مزيان كيف ما شفتوا، انا ما كنكثرش السميده على حسب عدد الاشخاص. بالنسبه للشخص كتاخدي ليه كتعبري ليه كاسونس ديال العنبه ولا زليفه صغيره. كيف ما شفتوا كنبسسها مزيان ديك الزويته اللي زدت، وغادي نبدا نضيف في الماء ديالي. هو البنات في الاول غير شربوه مزيان الماء. غنزيد الكاس الاول، بدا تزيدو هكا بسم الله باش نقول لكم في الاخر شحال درت من كاس بالضبط. انا كيبان لي غير كاس غادي يقدني. صوم مزيان في اللون باش ما يتعجنش لكم. صافي كاس هذا الله يجعل البركه، غير يعني زيد ديروا فيه الماء مزيان معليش. كاين كاع اللي كيديروا في الكسكاس ويكب عليه الماء ديال روبيني نيشان، مي انا كندير هذه الطريقه. دونك غادي نخليه دابا 5 دقائق ينشف ليا ونرجع معكم ان شاء الله. هنا من بعد ما تشرب ليا الكسكسو ديالي كيف ما كتلاحظوا هو كيعاود يولي حبه حبه، غادي نحلو مزيان على هذا الشكل. كيف ما كتلاحظوا كناخذ هكا شويه في يدي ونحلو هكا. غنديرو في الكسكاس بسم الله، دونك غنديرو في الكسكاس. غنحطو دابا فوق البوطيطيب، اون فوا غادي تطلع الفوره غادي يفور، غتشوفو هكا البخار طالع، غتحسبوا ليه 30 دقيقه. من بعد 30 دقيقه تعاودوا تاخذوه. من بعد ما دازت لي نص ساعه كيف ما كتشوفوا هاي المريقه ديالي، شوفوا شحال زوينه. والدجاج راكو عارفين الدجاج البلدي راه كيتعطل بزاف في الطياب، ها هو باقي ما طايبش ليا. غادي نرجعو نخليه يطير دابا واحد نص ساعه اخرى، يعني تيكمل ساعه ونرجع معكم ان شاء الله. انا رجعت لكم البنات من بعد ما الفيكسو ديالي او السميد طاب ليا الساعه، ها هو كيف ما كتلاحظوا. غادي نجيبو هذا الشيء، كنخدمو اون فورشيت. هادو كاين اللي كيحيدهم زعما باش ما يعجنوش لي الكسكسو، مي انا كتجيني ضايع كنخليهم كيعجنوهمش، ما كيعجنوش كاع ليا. كنجي نخدمو هكا شويه باش يبرد، كيفما كتلاحظوا دابا كيفما شفتوا. عاود ليكم شويه بابون، المره الاولى كيف ما لاحظتوا درنا فيه كويس ديال الماء، من بعد ما بسسناه بشويه ديال الزيت ودرناه يطيب نص ساعه من بعد ما فار ما طلع منه البخار. دابا غادي نجيبو الملح نديروها في يدينا اولا ديروها نيشان في الكاس.
تقريبا نقول لكم تقريبا واحد المعلقه صغيره لهذا يعني كما كتلاحظوا لهذا القياس اللي درت. غادي نكب فوقه الماء ونبدا نرش على هذا الشكل باش كتذوب ليا ديك المليحه، ما نديريش الملحه بوحدها، وغنبدا نخلط على هذا الشكل حيت باقي سخون عاد نستعمل يدي، سينو انا عندك الوقت خليه يبرد عاد بداي تخدمي فيه. هاهو برد ليا بداك الميه باقي قوي صح، غنزيد الميه غنزيد واحد نص كاس اخر تقريبا، عندي نص كاس هنايا كاين عاوتاني اللي كيدير واحد الطريقه في سورتو في الاول، كاين اللي كيكب الماء فيه ويخدمو يخليه 5 دقائق يرتاح ويعاود يكب فيه الماء ويخليه 5 دقائق اخرى يرتاح حيت كيف ما لاحظتو كينشف. صافي هنا دابا درت كاس ونص بركه، هو عاوتاني مخصوش يتشرب الماء بزاف بزاف، علاش؟ باش ملي ديري فيه لاصوص يتشربها ويجي بنين. ها هو غنخليه دابا 5 دقائق اخرى ولا 10 دقائق يعني تيبان لكم الحبه ديالو نشفات عاوتاني، وغادي نرجعو باش نديروه ان شاء الله يعاود يفور، ولاني هاد الخطره المره الثانيه والمره الثالثه كنديروه فوق البوطه غير كيطلع البخار وتنحيدوه ما كنخليوهش نص ساعه، لانه ديك نص ساعه اللوره راه ديجا طاب فيها. هنا البنات بعد مرور 5 دقائق كيف ما كتلاحظوا ها هو عاوتاني نشف ليا ولا لي حبه حبه، غادي نحلو هكا مزيان على هذا الشكل. صافي وغادي نوضعو في الكسكاس بسم الله باش نرجعو يتبخر ليا، غير يطلع فيه البخار وصافي نحيدو ان شاء الله. ها هو البنات رجعت لكم، خرج لي ها هو حيدت الكسكسو ديالي، دابا خليته تقريبا 45 دقيقه فوق البوطه ما مسدوداش عليه، ما مسدوداش عليه الكوكوط. ها هو كيف ما كتلاحظوا الدجاج طاب ليا. غنعطيكم واحد لاستوس انا كنديرها فاش بحال هكا، الا طاب لي الدجاج قبل ما زدت الخضره كنزول الدجاج ونحيدو نحطو في شي حاجه، علاش؟ باش ما يتفرتكش ليا من بعد، واي خضره طابت ليا فهي تنحيدها. غادي نشوف غير واش طايب بزاف، حيت الا كان طايب بزاف غنحيدو. تبارك الله الدجاج البلدي طاب دغيا فريمون دغيا، مالفتا ياخذ الوقت اكثر من هكا. صافي غادي نخليه يزيد واحد 15 مينوت تقريبا وغادي نحيدو. اللفت هو هو تقريبا بدا كيطيب ليا، غنشوف الحمص حتى هو بسم الله. صافي الحمص توا قرب يطيب. صافي دابا شنو غادي ندير؟ غادي نضيف لي شو بسم الله، وغادي نضيف الربيع، وغدوز ربع ساعه وغادي نضيف هاد الخضره اللي بقات كامله. هنا صافي وصلت للمرحله الاخيره ديال الكسكسو ديالي، كيف ما لاحظتوا هنايا غادي نزيد واحد الكاس ديال العنبه ديال الماء، غادي نرشو مزيان وغادي نعاود نخدمو بيديا ونخليه يستراح المدة ديال 5 حتى 10 دقائق، ونعاود نديرو فوق الكسكاس ديالي باش يفور الفوران الأخرى عاوتاني غير يطلع فيه البخار ونحيدوه إن شاء الله. كيف ما لاحظتو راه شارب الما مزيان، ولكن عاوتاني ماشي ماشي معجن. هنايا بالنسبه للمريقه ديالي لي شو هو قرب يطيب، وعندي الدجاج راه طاب لي هنايا غادي نحيدو، وغادي نحط الخضره القرعه اللي بقات لي وخيزو. الدجاج هو زولتو طايب مزيان جا على مزويناتو، وهنايا خيزو. البنات الا كان عندكم كيطيب دغيا وضعوه مع القرعه القرعات الاخرين والفلفله، ما كانش عندكم كيطيب دغيا وضعوه مع لي شوف الاول.
بالنسبه للفلفله، الا كانوا عندكم الوليدات الصغار وما كيبغيوش ياكلوا الحار، فديروا الفلفله بوحدها. خدوا واحد المغرفه ديال لاصوص، زيدوا عليها شويه ديال الماء وخليوها كتطبخ في الكاسرول بوحدها. بالنسبه للقرعات ديالي فغيطيبوا لي ان شاء الله في 20 دقيقه. في الاخر البنات، بالنسبه للاصوص فانا زدت اون غرو 800 مليلتر ديال الماء، طابليه فيها كل شيء. ما تكثروش الماء كيف ما قلت لكم في الاول، خليوا الخضره تطلق الماء ديالها. 800 مليلتر ديال الماء وجاتني هي هذيك. هنايا الكسكسو ديالي ها هو نشف ليا، غادي نرجعو يطيب. بالنسبه للكسكسو، ثلاثه الكويسات ديال العنبه ديال السميد، هزوا ليا ثلاثه الكويسات ونص ديال الماء ومعلقه ديال الملح. غادي نرجعو دابا يطيب ان شاء الله، ومن بعد غادي نرجع معاكم. هنا البنات ها هو زولتو من فوق البوطا، اون فوا طلع ليه البخار، هنايا درت فيه معلقه ديال الزبده. كيبقى لكم دابا تدهنوا بالاختيار اللي بغيتو، يا الزبده يا السمن يا زيت العود اللي بغيتو. والمريقه ديالي جات تتحمق البنات، جات ملبيه وزوينه، زدت عليها الدجاج وسخنتو. غير هي كنعتذر لانه تقطع لي المقطع الاخير اللي كنت كنسقي فيه الكسكسو ديالي. اذا الحطه غتبقى ديالكم ان شاء الله. اتمنى ان هذا الفيديو تكون فاتكم، وشكرا والى اللقاء الى فرصه قادمه ان شاء الله.